بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم في هذا الصباح صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا ومرحبا بكم يا شباب في مسألة امتحان تصلح للميد تيرم القادم إن شاء الله تعالى. تقول المسألة: 1 kilogram of air in a piston cylinder assembly undergoes a cycle consisting of 3 processes. طبعا كون انها في سايكل هو الذي يجعلني احب هذه المسألة وباكم تتدربون عليها، لان بعض الزملاء يجيبون مثل هذه المسائل. السايكل هذه تتكون من 3 عمليات. العملية الاولى process 1 to 2 the volume is constant. The process from 2 to 3 the temperature is constant والعملية عبارة عن expansion. والبروسيس from 3 to 1 the pressure is constant والعملية compression. يعني compression at a constant pressure وهنا expansion at a constant temperature. وأعطاك أيضا أنه at state 1 T1 is equal to 300 Kelvin و P1 يساوي 1 bar. بينما عند state 2 أعطاك المعلومة الوحيدة هذه أنه pressure is equal to 2 bar وطلب منك مجموعة من الطلبات. الأول قال لك sketch the cycle on a PV coordinates، أوجد T2 in Kelvin وأوجد V3 in meter cube per kilogram، ثم أوجد الورك والheat transfer لكل عملية. أنا في مثل هذه المسائل على طول مباشرة ما أعرف أحلها إلا إذا رسمت البي في دياجرام وحددت كل ستيت على قسمه. امشوا على بركة الله. ستيت 1 إيش المعلومات اللي أعرفها؟ والله هو أعطاني إياها T1 تساوي 300 كالفن و P1 حتساوي 1 بار. أهو بسم الله الرحمن الرحيم، هذا P1 1 بار وهذه T1 300 كالفن. أرجو أن تنتبهون لما نشتغل دائما في الأيديال جاز، دائما تعرفون ان الحرارات على البي في دياجرام شكلها بهذه الطريقة. الخطوة التي تليها نبغى نحدد ستيت 2. طيب كيف انا اعرف ستيت 2؟ انا اللي اعرف ان العملية من 1 إلى 2 الفوليوم فيها ثابت، لكن يا ترى بطلع فوق ولا بأنزل اسفل؟ والله هو قال لك يا استاذ البريشر ات ستيت 2 ب2 بار، فمعناته نحن لازم ايش؟ لازم نطلع فوق. إذا ستيت 2 يا شباب هذه هي 2 بار، والفوليوم هنا ات ستيت 2 حيساوي الفوليوم ات ستيت 1. جميل جدا. طيب نبغى ستيت 3، كيف نعرف ستيت 3؟ والله عشان اعرف ستيت 3 ابعرف العملية من 2 إلى 3 ايش وضعها. قال لي هنا العملية من 2 إلى 3 temperature constant وهي expansion. لما تكون التمبريتشر كونستنت معناتها هذا هو الكونستنت تمبريتشر لاين، ولا اعرف ما هي الحراره، وبما اني اكسبانشن فمعناته اني حروح في هذا الاتجاه وليس بطلع فوق. لو طلعت فوق بيكون كومبريشن، لكن لو نزلت اسفل حيتمدد الحجم. جميل جدا. طيب حروح فين؟ اروح لهنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا؟ شوف يا دكتور، هو من فهمنا المساله انت لازم تقفل السايكل، يعني لازم في الأخير ترجع لبوينت 1. طيب جميل جدا، لكن ما حددت لي وين مكاني هنا بالضبط. شوف إذا رحنا البروسس من 3 إلى 1 قال لنا هنا إنه كونستنت بريشر كومبريشن، فمعنات إن إحنا لازم نكون على مستوى مساوي لمستوى الضغط اللي هنا. جميل جدا، أهو هذه العملية من 2 إلى 3 و3 هنا البريشر حقها يساوي P1 وكذا قفلت ايش؟ قفلت العملية. نجي نجاوب السؤال رقم 2 حقه، قال اوجد التمبريتشر ات ستيت 2. طيب كيف نجيب التمبريتشر ات ستيت 2؟ والله هذا ايديال غاز، شايف كيف؟ وانا اعرف البريشر هنا ب 2 بار، وايضا اعرف ان الفوليوم ات ستيت 2 هو الفوليوم ات ستيت 1، فشكلها ما لنا الا ايش؟ الايديال غاز لو. ممتاز جدا، هذا هو الايديال غاز لو، بس طبقته على طول للحراره. T2 حتساوي ايش؟ B2 V2 مقسومه على الR، وV2 زي ما تفضلتوا يساوي V1 لانه ايش؟ كونستانت فوليوم بروسيس، وV1 حيساوي R في T1 P1. طيب كم T1 يا شباب؟ T1 ب 300
والبي 1 البي 1 بواحد بار اضربه في 100 يصير 100 كيلو باسكال. والار حد يعرفه؟ والله نجيبه من الجدول من الثيرموداينامكس وانا حافظه بالنسبه لي 0.287. هذا هو في 2 حيساوي في 1 حيساوي 0.287 اللي هو الار، وهذه التمبريتشر 300 وهذا البريشر 100 كيلو باسكال، يطلع لك الفوليوم في 1 وفي 2 يساوي 0.861 متر تكعيب لكل كيلوغرام. اشيله فين؟ اشيله واحطه هنا بدل الفي 2 هنا، واعرف ان البريشر هنا ات ستيت 2 ب 2 بار يعني 200 كيلو باسكال، واقسم على الار هنا اللي هو 0.287 تطلع لي درجه الحراره هذا ب 600 كالفن. طيب ايش كمان طلبني يا شباب؟ والله طلبك يا استاذ الفي 3 اللي هو السبيسيفيك فوليوم هنا. طيب كيف اجيب الفي 3؟ يعني ايش رايك نطبق الايديال جاز لو؟ اوكي، احنا ايش نعرف هنا؟ احنا نعرف ان الضغط يا استاذ ب 100 كيلو باسكال، ونعرف ان الحراره هنا تي 3 حتساوي تي 2 لانها كونستنت تمبريتشر بروسيس من 2 ل 3، وتي 2 الردي احنا جبناها. جميل جدا، خلاص اذا نقول على بركه الله تي 3 حتساوي 600 كالفن حتساوي تي 2، واستخدم الايديال جاز لو في 3 حيساوي ار تي 3 على بي 3 وتحسبونها بكل سهولة 1.72 متر كيوب لكل كيلوغرام. جميل جدا. طيب هل انتهت المسألة؟ لا لسه ما بدينا يا دكتور. find W and Q لكل عملية، هيا ركزوا معايا، نبغى نروح الآن للعملية من 1 إلى 2. جاوبوني what is the work from 1 to 2؟ ما يبغى لها يا دكتور، خلاص تدربنا مضبوط. constant volume process معناته الورك بكم؟ بزيرو. ممتاز جدا. كيف اجيب الهيت ترانسفير من 1 الى 2؟ ما يبغى لها. ابلاي الانرجي بالانس يا استاذ، كيو 1 2 ماينص دبليو 1 2 اللي هو بزيرو حيساوي دلتا يو اللي هي ام في ليتل يو 2 ماينص يو 1. ايوه. طيب كيف تجيبون يو 2 ويو 1؟ هو ما حدد يا شباب نستخدم كونستنت سبيسيفيك هيت ولا فاريبل سبيسيفيك هيت مثل هنا. خلونا نحلها بالفاريبل بحيث احنا نجيب يو 2 يو 1 من الجداول اللي هنا عندي 300 كالفن وعند ايش؟ وعند 600 كالفن. على بركه الله هاو ماتش يو 1 اند يو 2 فروم ذا تيبلز، نروح الى جدول A22 حق الاير واروح الى 300 اهو اكبرها لك 300 كالفن، ولا تنسى معايا سجل معايا في الورقه 214.07، وبعدين اروح ابدور على 600 خلص هنا، اقوم ارجع هنا يا شباب 450 500 اهو هذه 600 حتحصل هنا كم؟ 434.78 اللي هي اليو. هيا ارجع سجلها هنا، بارك الله فيك، ممتاز، وعوض فوق واحصل على 220 كيلو جول. كذا احنا الحمد لله جاوبنا على الورك وعلى الهيت ترانسفير في العملية الأولى. نبغى نجيب الآن الورك الخاص بالعملية الثانية اللي هي من 2 إلى 3. كيف أجيبها؟ ها والله أنا ممكن أخذكم على الجداول مباشرة، بس أبغى أشوف هل يعني فاهمين أنتوا ولا لا. ومش ايديال جاز إلا معناته أنه القانون هذا يحكم البروسيس من 2 إلى 3. التمبريتشر مش ثابتة إلا ثابتة. طيب الرايت هاند سايد إيش يصير؟ والله حيصير ثابت. جميل جدا، معنات هذه بوليتروبيك بروسيس الاكسبوننت حقها بكم؟ بواحد. فلما اروح للجدول هذا ما حروح للعمود الاول هذا، بروح للعمود الثاني اللي هو n is equal to 1، وحتكون الورك هنا بي في حيساوي لن في 2 على في 1، او اذا تبغون ام ار تي في لن في 2 على في 1 لانه ايديال جاز. هذا اشتقيناه في جابتر 2. طيب ناخذ هذه يا شباب، بسم الله على بركة الله، اهي ام ار تي لن في 3 على في 2. طيب يا استاذ هو هنا توتال فوليوم في 3 على في 2، ليش خليته سبيسيفيك فوليوم؟ ما هي مشكلة، الماس تطير مع بعض ويصير عندي في 3 على في 2، لان المتوفر اللي هنا في الداتا هو ايش؟ السبيسيفيك فوليوم. يلا نبدا نعوض يا اخوان، الماس بكم؟ بواحد. الار 0.287 تي ب 600 لانها ثابته سواء تي 2 او تي 3، لان في 3
جبنا في ثلاثة يا شباب 1.72 وفي 2.861 يطلع لي الورق حق التمدد هذا بكم ب 119.16 كيلو جول. طيب طيب ايش الخطوة اللي بعدها؟ هو طلبك الهيت ترانسفير ما يبغى لها، نروح لوين؟ للفيرست لو ثيرموداينامكس. الورك اوريدي جبناه لكن الان ابغى اجيب يو 3. طيب بنروح الجداول يا استاذ، ما يحتاج تروح الجداول. ليش؟ الست يو 3 هي عند نفس درجة الحرارة الخاصة بيو 2 الا. طيب انا اقدر اشيلها بصفر، ليش يا استاذ؟ انت لازم تجاوب ليش، مش انا اللي اجاوب. اليس هذا ايديال غاز؟ الا. اليو داله في ايش؟ في التمبريتشر فقط ولا في التمبريتشر والبريشر؟ لا والله داله في التمبريتشر فقط. اجل خلاص هذه الاجابه. اذا كيو فروم 2 تو 3 حيساوي الورك فروم 2 تو 3 اللي هو كم؟ الرقم هذا اللي قدامكم. طيب نحط خط يا شباب وقربنا ننتهي الحمد لله. من 3 الى 2 الورك سهل جدا لانها كونستنت بريشر بروسيس، فهتكون الماس في البريشر في V1 النهائي ماينس V3 اللي هو بداية العملية. الماس بواحد، البريشر هنا بمية كيلو باسكال، V1 زي ما انتم شايفين 0.861 و V3 1.72، يطلع الكمبريشن وورك بناقص 85.9 كيلو جول. طيب how to find the heat transfer؟ طبق ايش؟ الفيرست لو. الورك انت عارفه U1 ماينس U3. U1 اذكر احنا جبناه هنا استاذ 214، جميل جدا. طيب U3؟ U3 خليني اروح للجداول ات 600. طيب مش احنا اوريدي جبنا U2 هنا وهي ات 600؟ الا. معناته U3 حتساوي ايش؟ حتساوي U2 434، ما في داعي تروح للجداول. عوض الان الورك جبناه على اليمين فاصبح W31 هو خلقة ايش؟ نيجاتيف ناقص 85.9. هذه الماس يا شباب وهذه U1 وهذه U3، سوي حسبتك يطلع لك ناقص 306 كيلو جول. حط خط يا شباب وممكن يسألك في الامتحان يقول برهن انه النت وورك حق السايكل يساوي النت هيت ترانسفير الخاصة بالسايكل. طيب ما هو مشكلة، بعض الدكاترة يسوونها. انت ايش معنى النت وورك حق السايكل؟ يعني W from 1 to 2 الى 2 زائد W 2-3 زائد W 3-1 تجمعها مع بعض يطلع لك كم؟ زائد 33.26. طيب طبعا هذا لازم يطلع يساوي كيو نت سايكل، وإلا ايش؟ الشغل حقك غلط. انا جمعت الان الكيوز الثلاثة طلعت 33.26، ممتاز جدا، معنات شغلك سليم وطبقنا على معنات شغلك سليم. وإذا سألك هو يمكن تأخذ لك عليها 5 درجات. إذن يا شباب الخلاصة الحمد لله خلصنا المسألة هذه والتي هي ميد تيرم أو ميجر إكزام، جيدة جدا وتستاهل تركيزكم. وإذا حسيتوا أنكم استفدتوا أرجو أنكم لا تنسوني من دعوة صالحة بظاهر الغيب. أشوفكم في مسألة أصعب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.